السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم اليوم مثل ما قلت لكم أنا راح أعرض هذا المطعم اللي على البحر. شوية أول على البداية ما تجلس قد حلوة. هاي سبلية المبلية الأضوية حلوة. بس شنو يوم باكر دوامات ماكو ناس هسه. هاي الصبح تلقاها هوسة. خصوص على البحر والعالم ما شاء الله. هاي جد حلوة. هسه راح نجيها باعلها بعدين نطب هنا. هنا هاي هو هنا الطريقة للبحر المطعم على البحر جد حلوة. شوية دبكة جد حلوة جد حلوة. هنا فوق يعني يضحكون وي شو اسمه أغاني وهاي. شوف جد حلوة هنا منطقة على البحر. شوف راح نجي جد حلو. بس هاي شوية هاي المشي ماكو مالتي. هاي هنا السيرك هنا هاي ورا هاي السيرك هسه دا يدقون ويرقصون. هاي هنا شوية لين الحركة تخلي دبكة. الفيديو مو حلو بس نريد نشوف الطب شو هسه راح اقيكم على منطقة حلوة. هذا المطعم على البحر. هسه راح اوقف وكبر لكم الصورة هنا. بس خليني اخذ مكان زين. شوف شلون قد ايش قد حلو هذا الطريق. بابا زين حلو هذا المطعم على البحر. هسه راح نروح له. هذا مكان الدخول من هنا مكان الخروج. زين حلو هذا مكان الخروج يعني تطب من هنا تطلع من هاي الجهه. ساعه تمشى بس انا شوي من امشي الكاميرا مو حلوه تصير. هاي هنا البحر. هاي ماكو هنا الشاطئ. هنا تلقى كل المديدات بالمايو. تلقى شيء روعة الصبح. سانجت بالليل على مود الأضوية. جت حلوة الأضوية. شوف خلينا هنا حتى بس الكاميرا تصير زينة. هاي الموبايل مالته مو زين. شلبته ورا تركضون ورا. راح جت حلوه. شوف شو راح اطلع لكم هاي. شوف هنا دا يحتفلون. شو ممنوع التصوير. انا ما صورت صراحه تمشي حتى اراويكم البحر. هاي هنا البحر. هو لو انا اجي الصبح لو بالليل هم راح اجي الصبح اشوف اصور هسه. عشان حلوه هسه دا نجي للمطعم. ها مكان المطعم هو غالي. انا مره طبيته شو اقول لك الكوفي ب5 يورو. اي شيء يعني تشرب على 5 يورو. بقيه المحلات الكافتريات لا ب2.5 يورو بس هذا 5. شوف تلقى المنظر حلو المنظر شاعري خصوص من تباوع. هاي هنا مكان المنطقه شلون من تباوع هاي ما تبين هسه ما تبين. بس قلت لك هاي هنا الساحل وهنا الشط. شوف هاي المنطقة وشو صار مكان بعيد. هسا راح اطفو من نوصل البحر من نوصل المطعم العفو راح اشغل. بس خليني اشوفكم هاي اللقطة ايش قد حلوة. شوفوا هنا شوف هنا مكان هاي ماكل الصبح يزدحم سياح ايش قد وتعال. بس انا على مود الاضوية ايش قد حلوة خليتها يعني. هنا هاي المنطقة شوف المساحة ايش قد حلوة جد حلوة. ها هنا تقدر تقعد لا حتى تقدر تنام ما حد يحجيك. هنا العاشقين ينامون والمباوس فلس. ماكو منطقة حرية بحر المناطق. هاي هناك الأدغال ورا الأدغال اكو شغلات الله يعلم بها شو تصير. مو شغلات يعني كتل ومع بس شغلات ذولا الشباب يسووها بنات وولد لا ما عندهم عيب دولة. هنا ما كان مره هناك بالليل ما كان منطقه بالليل رحت لها لقيت بلاوي سوداء بلاوي زرع بعد عنك. هم يعني ماكلين لحم خنزير كل شيء ما لا يستحون لا ابد. اي وحده مثلا تجي هنا بهاي الظلمه عندها عادي بس
مثلا احنا كمسلمين ما نقدر نخلي بناتنا تطلع تخاف شنو اللي يغتصبوها هنا ماكو لا فالما هن يردن انواع اللي يغتصبن وماكو ماكو مغتصبين واش قد الحلو المطعم يابا حنا حطفي الفيديو وشغله من قربها يعني حتى وقت الفيديو يصير قليل ناس ما تضوج بس واقتربنا من المطعم شوف وصلنا الله قد حلو كارثة هذا المطعم هنا هذا البحر هسه احنا يعني جوانا كله بحر هاي هنا بحر احنا بنص البحر بس فوقه صبات يعني وها هاك شوف هاي هنا طب السير منا هذا المطعم فلا جاي الصبح مصور صور تلقى البنات تلقى الهوسة شوف هنا شوف هنا الجو جو هذا بحر هاي فوق الناس هسه احنا دا نمشي يعني بس هنا التصوير الصبح يصير لك كارثة يعني شوفه تقول بس هو بس ما اعرف ظلمه كلش بعد بس راويت عملت لكم المقدمة مع المطعم بس قد حلو شوف هاي هسه احنا اللي ورا خلينا نشوف انه مكان مميز عشان اشتغل الضوء من احنا جينا قالهم حرامية حرامية خواتي الخوات ما عاد شوف والله شوف الامواج ما يبين كل شيء